وثق الدكتور معراج ميرزا التغيرات الجغرافية في مكة على مدار 50 عاماً من خلال عدد من المؤلفات التي عمل عليها، أبرزها أطلس مكة المكرمة المصور، والذي يحتوي عدداً كبيراً لصور نادرة في مكة. عبد الواحد الحميد. خمسمائة ألف صورة ورسمة لمكة المكرمة جمعها معراج ميرزا منذ أن كان طالباً في الجامعة، والذي أصبح أستاذاً زائراً في جامعة هارفارد فيما بعد، حيث جمعها في عدة إصدارات لتأريخها، وأبرز هذه الإصدارات أطلس مكة المكرمة المصور. في 50 سنة بدأت أجمع كل ما له علاقة بمكة المكرمة من صور ومن كتب ومن خرائط، تجميع مكثف يعني. فبفضل الله الآن يعني عندي من الصور لمكة المكرمة أكثر من 500 ألف صورة لمكة والحج والمشاعر. بالإضافة إلى الأطلس المصور، وثق معراج ميرزا أبرز الأماكن التاريخية في مكة المكرمة من خلال تصويرها قديما وحديثا، بالإضافة إلى توثيق معالم العاصمة المقدسة من السماء في صور جوية قديمة وحديثة. أنا حسب علمي الآن أنه ما حد سجل لمدينة من المدن في العالم لخرائط، جمع خرائطها لألف سنة تقريبا. نفس العمل ده لمكة من السماء، نفس العمل، غير عمل غير مسبوق، بشهادة كثير من المسؤولين أنه فعلا ما فيش لمدينة سواء في المملكة أو خارج المملكة قارن بين 50 سنة في نفس المكان. يستخدم معراج ميرزا هذه الصور التي جمعها على مدار 50 عاماً في تعليم طلبته في جامعة أم القرى وجامعة هارفارد، بالإضافة إلى أنه يزين بها منزله في إشارة إلى استغراقه في جمع هذا العدد الهائل منها. من مكة المكرمة، عبد الواحد الحميد، العربية.